مساء الخير، اهلا بكم كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. الاهلي الليله طبعا مبروك عليكم، مبروك على كل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي. تفوق النادي الاهلي طبعا بالامس على الترجي في مباراه مهمه جدا. يمكن كنت بتكلم مع زمايلي في القناه وكنا دايما بنتكلم عن نتيجه المباراه، كان كله عنده ثقه كبيره جدا جدا ان الاهلي قادر على تخطي الترجي، وتحديدا كنت بتكلم مع امير هشام وبتكلم معاه في المباراه دي وبندردش، فالكلام ما اختلفش خالص، الكلام ما اختلفش خالص، وكانت ثقه كبيره جدا جدا من كل الناس بصراحه ومن كل الزملاء هنا في القناه ان كلنا ثقه في الفريق، وخاصه كمان لما تكون البعثه الرسميه بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس للبعثه. شفنا المشهد وشفنا الاجواء، وكانت قناه النادي الاهلي موجوده دقيقه بدقيقه وموجوده في الحدث، وشفنا لقطات خاصه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي. زميلنا كريم احمد قدم تقرير مميزه جدا، شفنا الكابتن الخطيب وهو بيستقبل اللعيبه في المران قبل المباراه، وشفنا بعد المباراه وهو بيشكرهم وهو بيستقبلهم في مقر اقامه الفريق. في الحقيقه يعني مواقف كبيره جدا للجميع سواء كان اللاعبين او الجهاز الفني او رئاسه البعثه. مش هطول عليكم لان معانا النهارده كلام كتير ومعانا كواليس مهمه، لكن خلينا